والمزيد عن تطورات الوضع في غزة وفلسطين عموما معنا عبر سكايب من الجليل المحلل السياسي أليف الصباغ. حياكم الله أستاذ أليف. أهلا وسهلا، بس ارفع صوتك شوي لو سمحت. نعم، الآن تسمعني بشكل جيد أستاذ أليف؟ نعم. نعم أستاذ أليف، يعني بعد أكثر من 6 أشهر على بدء هذا العدوان على قطاع غزة عموما، كيف توصف الوضع الآن بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي؟ ما هو موقفه السياسي؟ هل هو في تقدم مستمر أم في تراجع وتراخ من حملته؟ أولا، إذا أردنا تلخيص هذا العدوان لغاية الآن، يمكن تلخيصه باتجاهين: اتجاه الأهداف المعلنة التي أعلنتها إسرائيل، وفي تقدير أن هذه الأهداف هي فقط لذر الرماد في العيون ولتجنيد الرأي الرسمي الأوروبي والأمريكي إلى جانبها، وتجنيد بعض الأنظمة العربية إلى جانبها. حماس، وضع حماس وكأنه الهدف هو تفكيك حماس، هذا الهدف المعلن، ولكن في حقيقة الأمر أن الأهداف الحقيقية هي التدمير والقتل والتشريد ومسح قطاع غزة وقطاع غزة بدون سكان. هذا هو الهدف الحقيقي، وتعمل عليه إسرائيل منذ 8 من أكتوبر لغاية الآن. وعندما قيل قبل 7 من أكتوبر أن إسرائيل يمكن أن تجعل غزة منطقة لا يمكن العيش بها، هذا هو المخطط لإسرائيل. الآن ماذا حققت إسرائيل؟ بأهدافها المعلنة لم تحقق أي شيء، لم تستطع تفكيك حماس، لم تستطع تفكيك أي فصيل من فصائل المقاومة، لم تقضي على المقاومة الفلسطينية، ولا حتى في المناطق التي احتلتها، يعني في شمال قطاع غزة لم تقضي على المقاومة قضاء كاملا، ولم تحرر أسرى إلا ما تم تحريره بالتفاوض، ولم تحرر أي شيء، أي أحد، ولكن قتلت العشرات من الأسرى بقصفها مواقع علمت أو اعتقدت أن بها يوجد أسرى إسرائيليين. إذن إسرائيل لا يهمها قضية الأسرى، بنيامين نتنياهو بالذات لا يهمه، كل المظاهرات التي تخرج بالشارع من أجل تحرير الأسرى بالصفقة، بطريقة الصفقات وبدفع الثمن، بنيامين نتنياهو لا يريد ذلك. هو عمليا يناور ويناور كثيرا في هذا الموضوع، حاول في المدة الأخيرة أن يوجه الأنظار إلى إيران حتى يستقطب أو يستدعي تضامن دولي من أوروبا ومن أمريكا، وهذا ما حصل. ولكن في نهاية الأمر الجيش الإسرائيلي يغوص بالوحل في غزة، لا يستطيع أن يترك ولا يستطيع أن يتقدم. الحل الوحيد أمام الجيش، وهذه الليلة هي ليلة هامة جدا، هو اجتياح رفح. اجتياح رفح كان يعني علي بيتو أمريكي، ولكن في المدة الأخيرة، في الأيام الأخيرة، على ما يبدو يوجد هناك موافقة أمريكية، ضوء أخضر أمريكي، مقابل عدم التصعيد في على محور إيران. عدم التصعيد مقابل إيران جعل أمريكا تعطي بنيامين نتنياهو ضوء أخضر. طيب، ولكن أستاذ أليف، يعني أولا يبدو هذان الخياران مدمران بالنسبة لإسرائيل، سواء بتوسعة نطاق هذا أو هذه الحرب بشكل إقليمي، أو حتى اجتياح رفح عليه إن لم يكن فيتو أمريكي، فيتو من دول الاتحاد الأوروبي وفيتو شعبي إن صح التعبير. هل هذا يبدو مخرجا معقولا لنتنياهو؟ شوف، إذا أردت أن تفهم الإسرائيلي فكر بالعقل الإسرائيلي وليس بعقلنا نحن. المنطق اللي إحنا بنحكي فيه، منطق القانون الدولي، المنطق الإنساني، هذا لا يحكم العقل الإسرائيلي. العقل الإسرائيلي يفكر بالقوة، بعقيدة القوة، ما لم تحصل عليه بالقوة تحصل عليه بمزيد من القوة. هذا هو العقل الإسرائيلي، هذا هو العقل الصهيوني، هكذا هي الممارسة منذ عام 1948 لغاية الآن.
وفي الوقت الحاضر يستعدون لدخول رفح. صحيح أن هناك يعني موقف معارض للموقف شعبي إسرائيلي معارض للحرب مقابل إيران بعد الرد الإيراني الذي يعني جعل الإسرائيليين يفكرون ألف مرة من جديد ماذا تعني الحرب مع إيران. وغالبية عظمى وفق استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي قالت لا نريد حرب مع إيران. هذا يدخل ضمن مبدأ الذي يسمى في إسرائيل حساب المخاطر. حساب المخاطر يعني أنت بتفحص العدو وبتفحص إمكانية الصراع مع هذا العدو، القتال مع هذا العدو، هل أنت ستربح أم هو الذي سيربح. طيب عفوا على المقاطعة، وما هي عذرا للمقاطعة على المقاطعة أستاذ أليف، ولكن اجتياح رفح يعني كما قلت بالعقلية الإسرائيلية، إذا أردنا النظر في العقلية الإسرائيلية، ما الذي سيحققه اجتياح رفح؟ أليس مزيد من الضغط على المدنيين الفلسطينيين؟ يعني يعلم الإسرائيليون علم اليقين أنهم لن يستطيعوا باجتياح رفح القضاء على حركة حماس ولا استعادة الأسرى، أم أنهم يظنون غير ذلك؟ غير ذلك حقيقة الأمر. يعني قد نسمع هنا وهناك مواقف تقول بأنه اجتياح رفح لن يعيد الأسرى، ولكن هذا ليس هو الرأي الغالب، ليس هو الرأي الغالب. الإسرائيلي يعيش في حالة من هوس العظمة، ويعتقد أنه يستطيع أن يحتل الشرق الأوسط، ويعتقد أن لديه قوة عسكرية قادرة أن تحتل قطاع غزة ولبنان وسوريا وكل مكان تريده. يعني جالانت وزير الحرب قال قبل أيام لدينا قوة نستطيع أن نصل بها إلى أي نقطة نريدها في الشرق الأوسط. هذا هو العقلية الإسرائيلية، هذا هو النفس الاستعلائي الإسرائيلي. نعم، ولكن تعليق الإنجازات، ولكن تعليق الإنجازات على خطوة مقبلة كما ذكرنا اجتياح رفح، ألم يسبق أن علقت مثل هذه الحجج؟ تعلم بموضوع مجمع الشفاء وما تحته، وبعد أن تم اجتياح المنطقة والدخول إلى مجمع الشفاء ثبتت الأكاذيب الإسرائيلية. باعتقادك هل الداخل الإسرائيلي يتحمل مزيد من الأكاذيب من قبل حكومة نتنياهو؟ بالنسبة لنا ثبتت الأكاذيب، بالنسبة للجمهور الإسرائيلي الذي لا يستمع إلا لأبواق الحكومية وبالذات الأبواق العسكرية، هذا الجمهور لا يصدق أحد، هو يصدق فقط ما يقوله الناطق العسكري، ناطق باسم الجيش، ولا يستمع إلى أي لغة أخرى غير اللغة العبرية، ولا يسمح لأي صوت آخر أن يتحدث على شاشات اللغة العبرية. يعني حتى أعضاء الكنيسة العرب وأعضاء الكنيسة اليهود الذين يعارضون الحرب، صحيح هم قلة، ولكن حتى هؤلاء لا يسمح لهم بالظهور في وسائل الإعلام. وسائل الإعلام مجندة بالكامل نحو الحرب وتريد الانتصار. نعم. الانتصار بالنسبة للإسرائيليين هو المطلب الوحيد، ولا يجوز لأحد أن يعطل على هذا الجيش العظيم بالنسبة لهم أن يحقق هذا الانتصار. نعم، ولكن هم يعتقدون أن جيشهم قادر على تحقيق الانتصار، ولا يجوز لأي صوت أن يعترض على ذلك. ولكن أستاذ أليف، يعني كلامك هذا يقودنا وكأنما حكومة نتنياهو متماسكة والداخل الإسرائيلي متماسك والكل يسير خلف هذه الحكومة وخلف جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني لا ننسى أن هناك مظاهرات وهناك اعتراضات وهناك مطالبات بإسقاط حكومة نتنياهو، وهناك فوضى عارمة إن صح التعبير في الداخل الإسرائيلي. أنا أريد أن أرى الواقع كما هو، وأريد كل مشاهد أن يرى الواقع كما هو، وهذا ما أحاول أن أنقله. صحيح في هناك مظاهرات، ولكن هذه المظاهرات هي بعشرات الآلاف، ولكنها لا تعبر عن الرأي العام في إسرائيل. الرأي العام في إسرائيل رأي عام استعلائي عنصري يعيش في هوس العظمة ويعتقد أنه قادر على كل شيء، وعندما يفشل في عمل ما يبحث عن ضحية، يبحث عن شخص، عن مسؤول، يقول
الجيش قادر وهذا المسؤول هو الذي عطله، هو الذي أفشله، ويبحث عن السبب في أمريكا. أمريكا هي التي عطلت وهي التي أفشلت، أمريكا هي التي تمنع الجيش الإسرائيلي من الانتصار. هم يعتقدون بالغالبية العظمى أن جيشهم قادر على الانتصار في كل مكان وفي كل زمان. هذا ما يعني هذا هو بوصلة تفكيرهم وبوصلة عقيدتهم. طيب. الآن يجهزون أنفسهم، والإعلام يعني يشير إلى ذلك بوضوح في اليومين الأخيرين بالذات في هذه الليلة، يجهزون أنفسهم لعملية عسكرية واسعة في رفح، وهم يعتقدون أنهم قادرون. صحيح سيكون هناك ضحايا، ولكن يقولون بشكل واضح، قبل سنوات كنا نعتقد، هكذا يقولون هم مش أنا، قبل سنوات كنا نعتقد أنه اجتياح قطاع غزة سيكلفنا آلاف الضحايا، ها قد اجتحنا دخلنا بمعركة برية ولم نتكلف أكثر من مئات قليلة من القتلى. لذلك الدخول إلى رفح، اجتياح رفح، سيكلفنا ربما عشرات، ولكن هذا سينهي حماس في تقديره، سينهي حماس. وإن لم ينهي حماس نكون قد طوقنا قطاع غزة من كل الاتجاهات، من الجهة المصرية، من الجهة الشرقية الإسرائيلية، من الجهة الشمالية الإسرائيلية، ومن جهة البحر، وبالتالي يتحول قطاع غزة إلى معسكر اعتقال واحد أضيق بكثير مما كان عليه قبل 7 أكتوبر. معسكر اعتقال هذا يمكن تجويعه ويمكن قتله ويمكن زبطه في البحر ويمكن طيب. أن تفعل به كل شيء. وهم يعتقدون أن مثل هذه الحالة ستسمح لهم أن يلتفتوا إلى المسار السياسي والتطبيع مع العالم العربي السني كما يقولون، وهذا التطبيع بالذات مع السعودية سيخنق المقاومة بالتأكيد ولن يعطيها مجال. طيب هذا من وجهة نظر تستعيد أنفسها، هذا من وجهة نظر ومن عقلية إسرائيلية. دعنا نذهب إلى التحليل السياسي الواقعي إن صح التعبير. ما هو أو ما هي تبعات أي اجتياح من هذا النوع في هذه الظروف؟ نعم، هذا سؤال مهم، لأنه يضعنا في الجهة الأخرى للتحليل السياسي. الواقع يقول بأنه إسرائيل يمكن أن تجتاح رفح ويمكن أن تكبد المقاومة الفلسطينية خسائر كبيرة بالذات في أرواح المدنيين كما فعلت في الماضي وما زالت تفعل، يمكن أن تستمر، خاصة أن لديها ضوء أخضر أمريكي. يقولون أن لن نستهدف المدنيين، هذا كلام فارغ. هم سيستهدفون المدنيين لأنهم لا يرون في قطاع غزة مدنيين على المستوى إعلاميين، على مستوى استراتيجيين، على مستوى سياسيين. يقولون أنه كل قطاع غزة هو حماس، وبالتالي ما في مدنيين، يقتلون الطفل والشيخ والمرأة الحامل والشاب، وكلهم بالنسبة لهم حماس. الآن اجتياح رفح هل سيكلفهم؟ نعم سيكلفهم ثمن غالي، في تقديري سيكون ثمن غالي، وفي تقدير أيضا أن المقاومة الفلسطينية مستعدة لهذه المعركة وربما تكون المعركة الأخيرة. هنا تتحدث ليس فقط عسكريا أو ليس كذلك؟ نعم المقاومة الفلسطينية مستعدة عسكريا في منطقة رفح، ولكن هي مستعدة أيضا ويمكن أن ينفجر الوضع في كل مكان في قطاع غزة، على طول قطاع غزة. يعني المقاومة ليست موجودة في قطاع غزة في رفح وحدها، يمكن أن تنفجر في خان يونس وفي انصيرات وفي غزة وفي بيت لاهية وأماكن أخرى. ثبت بالواقع بالحقائق الموضوعية أن القوات الاحتلال الإسرائيلية كانت تنسحب من المناطق التي تحتلها، وخوفا من أن تخرج المقاومة من جديد من تحت الأرض وتواجه قوات الاحتلال. هذا حصل في أماكن عديدة، نصبت كمائن قوات الاحتلال، وبالتالي أصبح التكتيك العسكري الإسرائيلي هو الهجوم، الاحتلال، القتل، التدمير، ومن ثم الانسحاب خوفا من هجوم معاكس. الآن ماذا سيحصل في رفح؟ الأخبار تقول أن مصر ستلتزم الصمت
عكس ما قالته قبل شهرين وثلاثة أشهر بأنها لن تسمح باحتلال محور فيلادلفيا، ولكن هذه المرة يبدو في هناك أمر أمريكي وستسمح باحتلال محور فيلادلفيا، ستلتزم الصمت التزاما نهائيا. بعدها لن يكون معبر رفح مفتوحا إلا بإرادة إسرائيلية وفقط بإرادة إسرائيلية. التبعات السياسية، هل من خسائر ونكسات سياسية للاحتلال؟ إلى إرادة إسرائيلية، ولكن هناك إرادة مصرية أخرى. في المستقبل سيكون رفح تحت الإرادة الإسرائيلية المباشرة والعسكرية، وليس السياسية كما حاصل هو لغاية الآن. الآن ماذا سيحدث إذا تم محاصرة الشعب الفلسطيني في معسكر اعتقال واحد كبير؟ هل سيتحرك العالم؟ نعم، الشعوب ستتحرك، الأوروبية ستتحرك، وشعوب أمريكا اللاتينية تتحرك، ولكن الشعوب الإسلامية والعربية الإسلامية ميتة ولا تتحرك. هذه الشعوب الميتة لا تستحق الحياة، وبالتالي يمكن فعلا محاصرة الشعب الفلسطيني، ومحاصرته سيكلف الشعب الفلسطيني مش آلاف، ربما أكثر من آلاف الشهداء. ولكن تكرار هذا الحصار في الأردن ومصر على حكامها، بالذات في الأردن ومصر، أنا لا أرى تحرك، أي تحرك طيب في مصر. هذا ربما يكون تحرك في الأردن، ولكن مصر هي الأساس. نعم أستاذ أليف، يعني هنا بالنسبة لدور حماس، الوضع على إسرائيل، تسمعوني أستاذ أليف، بالنسبة لدور حماس، يعني حماس لا زالت أو ما تزال هناك صواريخ تنطلق من مناطق انسحبت منها قوات الاحتلال باتجاه الداخل الإسرائيلي، شئنا أم أبينا، حماس ما زالت موجودة بشهادة الاحتلال الإسرائيلي، موجودة ومتماسكة، لا زالت قيادتها متماسكة وتستطيع إعطاء الأوامر. فيما لو فرض هذا الحصار الذي تحدثت عنه، ما الذي حققته إسرائيل؟ الأمان الداخلي للمستوطنات وغيرها غير قائم، القضاء على حماس غير موجود، ضمان عدم تكرار ما حدث من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، هذا الضمان أيضا غير موجود. ما الذي حققته إسرائيل بهذا إذن؟ أنا أقترح ألا نستهين بما حققته لغاية الآن من قتل ودمار وتشريد. هذا ليس شيء بسيط، هذا يرضي الجمهور الإسرائيلي، يرضي الجمهور الإسرائيلي، وبنيامين نتنياهو يفكر بجمهور الناخبين في أي انتخابات قادمة أن يبقى في الحكم. هذا الجمهور جمهور عنصري وجمهور دموي، وجمهور لا يرضى إلا بمزيد من الدم والدمار والتشرد والتشريد. لذلك يكون بنيامين نتنياهو قد حقق للجمهور الإسرائيلي ما يريده أيضا هو وجمهور الصهيونية الدينية، الذي يعتقد أنه هذه المعركة هي معركة يشوع بن نون، ومعركة يشوع بن نون هي القضاء على الشعب الأصلاني. لذلك يجب أن نتذكر جيدا ما هو الهدف الثالث في الأهداف المعلنة لبنيامين نتنياهو. الهدف الثالث لبنيامين نتنياهو يقول ضمان عدم قيام أي قوة تهدد إسرائيل في المستقبل، يعني القضاء على كل قوة مقاومة في قطاع غزة. هذا يتطلب القضاء على أكبر عدد ممكن من المواطنين في قطاع غزة. لذلك أنا أعتقد أنه التشريد قائم. إذا فتحت الشواطئ وجاءت السفن البريطانية وغير البريطانية إلى الشواطئ، لا يستغربن أحد أن يهرب مئات آلاف الفلسطينيين عبر البحر مع أطفالهم، لأن الشعب الفلسطيني يريد الحياة. صحيح، ولكن هناك نعم، هناك طبعا وجهة نظر مقابلة تقول لك حدود. طبعا هناك وجهة نظر كما تعلم أستاذ أليف تقول لك أن بالعكس الفلسطينيين يعني متمسكون لآخر رمق بأراضيهم، وما يثبت ذلك هو اتجاههم نحو الشمال الفلسطيني، نحو ولكن في نهاية الأمر هناك حدود لهذا الصمود. لا يجوز للعالم العربي والإسلامي أن ينتظر صمود الشعب الفلسطيني وأن يضحي بمئة ألف فلسطيني جديد، لأنه والله هذا الشعب صامد وبيقدر يصمد. طيب يا عمي، شو مع العرب والمسلمين
ما بدهم شوي يتحركوا يعني يطلعوا من تحت من القبور موجودين فيها. ما بصير الاعتماد على شعب صامد حتى يضحي بمائة ألف جديدة. إذن كنت معنا عبر سكايب من الجليل المحلل السياسي الأستاذ أليف الصباغ، شكرا جزيلا لك.